الدوكيمنت هي وسيلة لانتقال المعلومات بين الأطراف. شروط الدوكيمنت information من وجهة نظر الأيزو إيه بقى؟ واحد، بنقول إن هو إجراء بيتعمل. إيه هو الإجراء بتاع التوثيق نفسه؟ عمليات التوثيق نفسها بتتم إزاي؟ عندنا نوعين من الدوكيمنت، الحاجة اللي مكتوب، في عندنا نوع من الدوكيمنت وفي عندنا ريكورد. الفرق ما بين الدوكيمنت والريكورد، دي حاجة هنسيبها as a task مثلا أو as negotiation هنبقى نتناقش فيها على الجروب بتاع الواتساب، أو ممكن أخليها مثلا حاجة نتناقش فيها المحاضرة اللي جاية. تمام، عاوزين نعرف إيه الفرق ما بين الدوكيمنت والريكورد. أوكي، طيب إيه هي الشروط الواجب توفرها في الدوكيمنت أو في الريكورد؟ والأيزو بيقول لك إن هو ما ينفعش يبقى عندي دوكيمنت والحاجة دي مش متوفرة فيه. أول حاجة، لازم تكون الدوكيمنت أو الريكورد تكون معرفة بشكل جيد. 2، لازم يكون ليها عنوان. 3، لازم يكون ليها تاريخ. 4، لازم تكون ساين، لازم تكون ممضية من حد، ويكون في حد مسؤول عن الورقة دي عشان يعرف يتابعها ويعرف إن هو يعني يتابعها ويشوف الشغل اللي فيها. تمام، طيب ده كده أهم حاجة في الكرييتنج أند أبديت. طيب إيه تاني؟ لازم بيتم مراجعتها بشكل دوري علشان أتأكد إن هي جاهزة للاستخدام، الأفيلابيلتي. لازم تكون موجودة في مكان المعدة، ما ينفعش المانيوال بتاع المعدة يبقى موجود في مكان تاني غير المعدة، ما ينفعش تبقى موجودة في الدرج بتاع المهندس أو في الدرج بتاع الدوكيمنت كنترول أو في أي حاجة من كده. المعدة لازم يكون جنبها المانيوال بتاعها عشان لو حصل فيها مشكلة يبقى المانيوال بتاعها موجود قريب منها. فقلنا كده لازم إن هي تكون متاحة للاستخدام في مكان الاستخدام. لازم تكون updated، إن أنا المعدة دي اللي هي رقمها كذا هي هو ده المانيوال بتاعها، ما كنتش أنا مثلا جيت غيرت مكان التصوير، كان عندي كانون وبعدين غيرتها وجبت زيروكس وأنا لسه المانيوال الموجود بتاعي ده بتاع الكانون. دي كده حاجة أنا كده ما عنديش أي document information management في الشركة كلها. فأنا لازم يبقى عندي كل حاجة تكون جاهزة، تكون updated في الحاجة بتاعتي. فأول حاجة قلنا لازم يتم مراجعتها بشكل دوري عشان أتأكد إن هي جاهزة للاستخدام. تمام؟ 2، لازم تكون موجودة في مكان الاستخدام، ما ينفعش إن هي تكون موجودة في مكان تاني. لازم تكون محمية من التلف ومفهومة للي هيستخدمها، يعني ما ينفعش إن أنا مثلا يكون في عندي راجل أجنبي شغال على معدة جايب له المانيوال بتاعها بالعربي، أو إن راجل مش بيعرف انجليزي انا جايبه له المانيوال بتاعها بالانجليزي. تمام، فلازم تكون الحاجه اللي هيستخدمها يبقى عارف ان هو يتعامل معاها. ممكن يكون مثلا حضرتك تترجمها له او انت تسيب له الجزء اللي هو هيتعامل فيه، يبقى هو عارف اللغه اللي هو هيتعامل بيها فيه، بس لازم يكون هو بيعرف يتعامل معاها بطريقه صحيحه. اي عمليه تغيير بتكون ليها طريقه محدده للتغيير وموثقه، بمعنى ان انا لو هاجي اغير المانيوال ده لازم يبقى عندي طريقة للتوثيق بتقول إن المانيوال ده اتغير، طب إيه البديل بتاعه؟ طب مين اللي وافق على التغيير؟ طب التغيير ده حصل بناءً على إيه؟ طب التغيير ده حصل إمتى؟ فكل الحاجات دي من المهم إن إحنا نبقى عارفينها عن الـ document information.